أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. النواب يعلق جلسته دون إقرار الميزانية، وعجل يقول إن القيمة المقترحة كبيرة مرجحا الموافقة على 80 مليار. بعد طول انتظار 44 بلدية تتسلم اللقاح الصيني ضمن محاولات الحد من انتشار كورونا. إثر تعافيه من الملاريا، لاعب منتخب الكرة المصغرة وسام الحجازي يروي القصة الكاملة للأحرار. علق مجلس النواب جلسته إلى يوم غد الثلاثاء وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسمه عبد الله بلاحق. وتناول الأعضاء خلال الجلسة التي بثت على الهواء مباشرة بند صلاحيات الرئيس، وتفاوتت الآراء بين تأييد منحه صلاحيات كاملة من جهة والتخوف من هذه الخطوة والتحذير من عواقبها وفق أعضاء آخرين. وتطرقت المداولات إلى الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية وأبرز الملاحظات لدى الأعضاء إزاء أبوابها. من جهته قال رئيس مجلس النواب عجيلة صالح إن ميزانية حكومة الوحدة المقترحة على البرلمان والبالغة 100 مليار دينار كبيرة للغاية، متوقعا الموافقة على 80 مليارا منها فقط. من جهته قال عضو مجلس النواب عمر تنتوش إن الميزانية أخذت حقها في المناقشة والتشاور ويجب أن تعتمد. يستمر الجدل حول إقرار قانون الميزانية البالغة 100 مليار دينار من قبل مجلس النواب، الذي يرفض منذ بدء حكومة الوحدة عملها الموافقة على الميزانية المقترحة لأسباب مختلفة. وفي جلسة جديدة لمجلس النواب مرت دون أن يتم الاتفاق على إقرارها رغم استلام المجلس لمشروع الميزانية المعدلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية. وقبل هذه الجلسة بيوم واحد قال رئيس مجلس النواب عجيلة صالح إن ميزانية حكومة الوحدة المقترحة على البرلمان والبالغة 100 مليار دينار كبيرة للغاية، متوقعا الموافقة على 80 مليارا منها فقط، مضيفا في لقاء مع وكالة سبوتنيك الروسية أن الحكومة لم تنجز مهامها كتوحيد مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية، متهما إياها بتقوية المركزية في طرابلس بحسب تعبيره. وبالتزامن مع مرور أكثر من 6 أشهر على اختيار حكومة الوحدة، قال عضو مجلس النواب عمر تنتوش إن الميزانية أخذت حقها في المناقشة والتشاور ويجب أن تعتمد، مبينا أن اللجنة المالية عكفت في المدة الماضية على تقديم اقتراح بشأن الميزانية ولم يتم عرضه على مجلس النواب، مضيفا أن الحكومة جلبت ميزانية أخرى ومن حق لجنة المالية والنواب التعديل في الميزانية وإقرارها. إقرار الميزانية من عدمه خطوة اختلف عليها المسؤولين بين الحين والآخر، ففي الوقت الذي يتهم فيه بعض المسؤولين مجلس النواب بأنه يعطل عمدا إقرار الميزانية بحجج مختلفة، يصر في نفس الوقت بعض أعضاء مجلس النواب على ضرورة تقنين الميزانية ويرون أنها ضخمة، فيما ربط بعض الأعضاء الآخرين تمرير هذا الاستحقاق والموافقة عليه بتضمين بند يخصص قيمة كبيرة منها لميليشيات حفتر. توفي عضو مجلس النواب عن مدينة المرج فرج بوهاشم إثر حادث سير مساء الأحد قرب منطقة التميم غربي طبرق بحسب ما أعلنه مجلس النواب، وهو في طريقه إلى المدينة لحضور جلسة المجلس الاثنين. ونعى المجلسان الرئاسي والنواب عضو مجلس النواب فرج بوهاشم الذي وفاه الأجل المحتوم إثر حادث أليم. هذا وعرف عن بوهاشم معارضته للعدوان على طرابلس وعدم مساندته له، إضافة إلى مطالبته بعدم قبول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات خلال كلمته في جلسة لمجلس النواب. أحمد حبيبي اليوم في الصبح 8:30 الصبح خشت على بيته في الكرفة وطلع برا طريق. معنا عبر الهاتف من طرابلس عضو مجلس النواب سيد عبد السلام نصية. سيد نصية، أولا عظم الله لكم الأجر في سيد بوهاشم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله من إليه راجعون. أصابكم الله. أيضا أنا بدور معزي كل أبناء الشعب الليبي وأهل الفقيد وكل أبناء ليبيا، وإن الله من إليه راجعون. سيد نصية، حول جلسة اليوم لو تضعنا في التفاصيل وحقيقة الجدل الذي دار بين النواب حول صلاحية الرئيس. طبعا اليوم كانت النقاش حول قانون انتخاب الرئيس، كانت المادة صلاحية الرئيس. طبعا هم المقترح يحتوي 14 صلاحية. كان التركيز يعني على بعض النقاط، نقطة مسألة إقالة رئيس الوزراء، في بعض النقاط الأخرى اللي هي من إعلان حالة الطوارئ، مسألة حل البرلمان، مسألة يعني تدخل في الوظائف زي الوكلاء زي رؤساء المؤسسات. فدار النقاش حول من يريد أن يرفع يعني يخاف يقلل مهام الرئيس في هذه الأشياء، وبين من طبعا في اللي كان موافق على الـ 14. ولكن كان نقاش يعني حقيقة كان نقاش جيد، يعني نقاش مفيد على الأقل. الحديث يدور كله على مدى صلاحيات الرئيس ومحاولة أن يكون الرئيس في أقل الصلاحيات، وأيضا في إطار يعني عدم سيطرة مؤسسة عن مؤسسة، يعني مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية والبرلمان. طيب وفق حديثك مع النواب سيد نصية، يعني حتى في كواليس المجلس، برأيك ستمرر هذا القانون صلاحيات الرئيس بهذه الصلاحيات؟ للأمانة يعني للأمانة كنا تناقشنا مع بعض الزملاء في الخارج، هناك البعض القليل يعني ما نقدرش نقول كثير، بعض القليل يرفض اصلا مبدا وجود رئيس لليبيا، وهذا رافض طبعا الكل. البعض الاخر يرى في انه يتحقق وان لا بد من تحقيق صلاحيات الرئيس اقل من كثير. الاغلبيه لديها بس تعديلات على صلاحيات الرئيس، هذا تشمل الاراء اللي كانت في الكواليس بين الاعضاء. طيب ماذا عن تمرير الميزانية؟ هل ستمرر كما صرح عقيلة على 80 مليار فقط؟ والله الميزانية هذه أصبحت قصة، يعني اليوم تفاجأنا أيضا بشيء فريد جدا، يعني ما فيش إلا في ليبيا وفي هذه الحكومة أن الحكومة قدمت ميزانية أخرى. يعني الأسبوع اللي فات كانت فيه ميزانية أخرى، وتفاجأنا رئيس النواب لأنهم أرسلوا إليه ميزانية أخرى، والحقيقة لا نعلم الحقيقة الميزانية اللي أرسلت اليوم كم الرقم اللي فيها وفي التغيير اللي فيها. إلى الآن لم تعرض، يعني ممكن جلسة بكرة تعرض، لكن الحقيقة شيء مستغرب أن الحكومة لم تتفق إلى الآن على ميزانية، وما زال في تخبط كل أسبوع تقدم لمجلس النواب ميزانية صعب نستجد لها الحقيقة مبرر يعني. طيب ماذا عن البند المتعلق بالطوارئ وتقليص بند التنمية؟ برأيك هل سيلغى بند الطوارئ؟ طبعا بند الطوارئ من اليوم الأول، من أول نسخة في الميزانية كان رأي مجلس النواب وبالإجماع أن هذا البند غريب، هذا الباب غريب ولا يمكن أن يمرر. هذا من البداية، يعني كان من أول نسخة. اليوم احنا بنشوفه للأسف هي نسخ، كل ما تجي نسخة كل ما يزيد هذا الباب، وكل ما تزيد الأبواب الأخرى بأشياء غريبة، تدخل أشياء حتى من الناحية المالية والناحية الاقتصادية لا تجوز أن تكون في الميزانية، أو حتى معالجتها ما تكونش بطريقة هذه. يعني نحن أصبحنا نستغرب من يعد هذه الميزانية؟ من هم الناس اللي يعدوا فيها؟ الخبراء من هم؟ يعني صراحة أنا شفت ذلك، أنا أعرف زملائي وأصدقائنا وطلبتنا اللي كانوا اللي في وزارة المالية، يعني غريب أن يكون بهذا الشكل وبهذا التخبط يعني. أشكرك السيد عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس. طالب المجلس الأعلى للدولة اللجنة العسكرية 5+5 بضرورة الالتزام باختصاصاتها والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية طبقا لخارطة الطريق. هذا وكانت اللجنة قد أعلنت في بيان لها السبت أنها خاطبت المجلس الرئاسي والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقيات السياسية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم. التقرير والتفاصيل. ضرورة الالتزام باختصاصاتها والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية طبقا لخارطة الطريق، هكذا كان أول رد رسمي في بيان للمجلس الأعلى للدولة على مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خلال اجتماعها الأخير المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية
بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة كانت. المجلس وفي بيان الله شدد على أن الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيراً عن إرادة السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص، منوهاً إلى أن هذه الاتفاقيات محصنة من المساس بها وفقاً لمخرجات الحوار السياسي إلى حين اختيار سلطة تنفيذية وتشريعية جديدة وفق نص البيان. مطالبة اللجنة العسكرية بتجميد الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم تتنافى مع نصوص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، والذي نص في فقرته الثانية ضمن بنود الاتفاق على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها، الأمر الذي عده متابعون مخالفة واضحة وصريحة لنص الاتفاق. وفي الأثناء جددت اللجنة العسكرية المشتركة مخاطبتها للحكومة بضرورة تعيين وزيرا للدفاع وتعزيز الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، مؤكدة في الوقت ذاته اتفاقها على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة دون استثناء في أسرع وقت ممكن. إذن فتح الطريق الساحلي من إنجازات اللجنة الملموسة ومن مهامها المنجزة، يضاف إليه مهمة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية التي ما تزال عقبة لم تنجح اللجنة في إنجازها. وفي ظل اتهام بعض الأطراف للجنة بالخروج عن مسارها والتدخل في الشأن السياسي، هل ستنجح لجنة العشرة في إنجاز مهامها أم أن انحرافها كما يقول البعض سيؤدي إلى فشلها، خاصة مع تعثر المسار السياسي وعدم الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات؟ حول هذا الموضوع معنا عبر خدمة سكايب من اسطنبول المحلل السياسي سيد عبد السلام الراجحي. سيد الراجحي أهلا بك، هل فعلا اللجنة العسكرية بمطالبتها تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة هي تدخلت في الشأن السياسي وبالتالي كان رد الأعلى إلزام وواجب؟ مساء الخير. نعم، ليس فقط تدخلوا في السياسة وما لم يتكلموا فقط على تعيين وزير الدفاع، أيضا هذا أمر سياسي، أيضا تحدثوا على لجنة 75 وتدخلوا في الأمر السياسي فما يخص القاعدة الدستورية، هذا تدخل سياسي آخر. أيضا منذ أيام مجموعة من المتظاهرين وضعوا صور حفتر على الأرض في طريق الراب بن سرت مصراتة، أصدروا بيان وهددوهم يعني فيما يخص أن هذه يعني هددوهم بالمعاقبة، رغم أن المادة 3 في المبادئ العامة لاتفاق جنيف الذي وقعوه لجنة 5+5 تضمن بتحترم العهد الدولي لحقوق الإنسان والذي من ضمنه هو حرية التعبير، كأن حفتر فوق القوانين المحلية والدولية وحرية التعبير تحجر أمامه. الإشكالية في لجنة 5+5 أنها فشلت في العديد من النقاط والآن تتحدث في أمور سياسية، مثلا من ضمن طيب برأيك ما الذي دفعها إلى ذلك؟ أعتقد هو هروب من الفشل، عدم يعني التهرب من الفشل وتعليق فشلها على شماعة الآخرين. نعطيك مؤشرات أستاذ. المادة 5 من اتفاق جنيف يتحدث على إنهاء الخطاب الكراهية. نتفهم أن لجنة 5+5 لا تستطيع لجم المدنيين والصحفيين والذين يعبرون آرائهم فيما يخص يسموه خطاب الكراهية والحث على العنف، لكن لم يستطيعوا إلجام خالد المحجوب وأحمد المسماري على هذا الخطاب الكراهية وخطاب العنف. أيضا خليفة حفتر، هؤلاء فشلوا حتى في إلزام عسكريين يحملوا الرتب في إسكاتهم في اتجاه خطاب الكراهية. أيضا لجنة 5+5 من ضمن بنودها تشكيل ثلاث غرفتين، غرفة تأمين، غرفة أمنية وغرفة عسكرية مشتركة. غرفتين حتى الآن لم يتم تشكيلهم ولم يتم تأمين الطريق الجنوب. مثلا من ضمن النقاط يتحدث الاتفاق 5+5 في بنده على أن وقف التهجم والخطف والإخفاء القسري على الهوية. حتى الآن ميليشيات طارق بن زياد تابعة لحفتر والمية وستة تابعة لحفتر تختطف وتعرقل وتتهجم على سائقي الشاحنات من مدينة مصراتة الذين يرفعون الوقود، يرسلون الوقود إلى فزان والجنوب الليبي. أيضا لجنة 5+5 في حديثهم على تجميد الاتفاقيات والمعاهدات، مثلا في المادة 2 هم نفسهم المادة اللي وقعوا عليها، المادة 2 شنو تقول؟ تقول يتم تجميد
التدريب من الفرق الأجنبية أو القوات الأجنبية، هم يقصد اتفاق الليبي التركي، عملية التدريب الداخلية يتم تجميدها حتى يكون هناك حكومة، حكومة وحدة وطنية. فترة التجميد انتهت يوم 15 مارس 2021 بعد اعتماد الحكومة، لأن فترة التجميد تم تحديدها حسب اتفاق جنيف للجنة 5+5، هي الفترة الممتدة من 23 أكتوبر حتى اعتماد حكومة، والحكومة اعتمدت يوم 15 مارس 2021، أي أن هذه الفقرة هم نفسهم هم من حددوا كيفية رفع التجميد. أيضا في قضية تأسيس غرفة لما يخص غرفة أمنية من رجال الشرطة بحسب اتفاق الغردقة، لم يؤسسوا حتى الآن هذه الغرفة. أيضا هناك لجنة خاصة بإعادة هيكلة المؤسسات والقوات العسكرية في ليبيا بالكامل، بليبيا بالكامل. اليوم لا يتحدثون إلا على القوة العسكرية والكتائب العسكرية في المنطقة الغربية، لا يتحدثون على ميليشيا 106، على ميليشيا طارق بن زياد. طيب اسمح لي سيد الرشا أن ننوه إلى العواجل بهذا الخصوص. اللجنة العسكرية 5+5 تخاطب الرئاسي وحكومة الوحدة بضرورة تعيين وزير للدفاع وتحملها مسؤولية ما يترتب في حال عدم استجابتها. لجنة 5+5 تتوجه بطلب رسمي أيضا إلى رئيسي الرئاسي والوحدة الوطنية بتجميد كافة الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم أيضا مع أي دولة خصوصا تركيا وروسيا، وتطالب بضرورة إعلان ذلك رسميا. إذن أيضا هناك مطلب رسمي سيد الراجحي، كيف تعالج؟ أعتقد أن هؤلاء العسكريين لا يفقهون في القوانين وفي العملية السياسية، هم أصبحوا يمارسون السياسة بفقه عسكري. أنا أتمنى من الأستاذ لواء أبو شحمة ورفاقة أن يستعينوا بشخصيات قانونية وخبراء قانونيين وسياسيين حتى يفهموهم أن الاتفاق اللي بني عليه لجنة 5+5 هو اتفاق الذي رعته البعثة الأمم المتحدة في تونس وجنيف. في فقرة السادسة يتحدث بشكل رسمي، ليس من حق هذه الحكومة أو المجلس الرئاسي تجميد أو اعتماد أو عقد اتفاقيات أو تجميد أي اتفاقيات سابقة عسكرية. يتحدثون على اتفاقية عسكرية روسية، من وقع هذه الاتفاقية العسكرية الروسية؟ يا ريت السيد بوشحمة ورفاقه يمدون بهذه الاتفاقية حتى نرى، بلكي كويسة، بلكي هم غالطين. أيضا سيد الراجحي، اللجنة تطالب المبعوث الأممي يان كوبيتش بالضغط على أعضاء ملتقى الحوار لإنجاز قاعدة دستورية أو مقترح بديل لإنجاز انتخابات ديسمبر. ما علاقتهم بالعملية السياسية؟ هل هم أصبحوا جزء من الصراع السياسي؟ أنا أعتقد هم فشلوا فشل ذريع. قالوا لنا أن خلال 90 يوم سيتم سحب القوات إلى المعسكرات. طيب هم حددوا أيضا في خطابهم أجسام عسكرية بعينها، طلبوا الرئاسي بوضع حدود واضحة، أريد تعليقك عليها لأهميتها سيد الراجحي. قلت لك هم فشلوا فشل ذريع، يعني عندما فشل ذريع والآن بيعلقوا هذا الفشل على شماعة السياسيين. أنا نعطي مؤشر، هم وعدونا أن يكون يتم إخلاء سرة والجفرة من القوات العسكرية وتحل بدلها قوات أمنية شرطية. هذا من أكثر من 8 شهور من 10 أو من 10 شهور تقريبا، من ديسمبر أو من أكتوبر 2000، 10 شهور بالضبط، 10 شهور قالوا لنا خلال 90 يوم، وإحنا عندنا 300 يوم لم ينفذ هذا البند. قالوا لنا بنطلعوا المرتزقة وبنسحبوهم من المناطق، أول شيء التماس والقوات الأجنبية من التماس اللي هي الخط التماس العسكري، الفاغنر والجنجويد حتى الآن موجودين على خطوط التماس لم ينسحبوا، القوات التركية الجيش التركي الدعم للجيش الليبي في المنطقة الغربية غير موجود على خطوط التماس، ونتحدى بوشحمة ورفاقة هذا الأمر. ففشلوا في هذه النقطة، قلت لك فشلوا في إسكات، يعني شوف أنا أعطيك مؤشر الفشل، هم فشلوا في إسكات خالد المحجوب وأحمد المسماري فيما يخص خطاب الكراهية والعنف. يعني شوفي حتى هذه الجزئية البسيطة جدا فشلوا فيها. طيب. يتحدثون على تعليمات القائد على الجيش الليبي، هل الميليشيات حفتر أو ما يسمى بالقيادة العامة تأتمر بأوامر حفتر، يعطي حفتر في تعليماته، يأخذ في تعليماته من القائد الأعلى للجيش الليبي المجلس الرئاسي؟ وأنا أعطيه مؤشرة، إذا حفتر زملائه من سيد بوشحمة، حفتر في مخالف القانون، سيد بوشحمة ورفاقة يعرف القانون العسكري جيدا، أن الترقيات الاستثنائية تتم عبر القائد الأعلى للجيش الليبي، ورفاقة أو مقابلين من 5+5 تم ترقيتهم
فريق، وايضا بوشحمه اعطاه حفتر رتبه فريق. هذا معلق عليه الرئاسي المنفي في مده سابقه. واضح جدا سيد الراشي، اعذرني اكتفي معك بهذا السؤال. نقطه اخيره استاذ، وقتنا تفضل في عجاله سيد الراشي. سيد بوشحمه يعرف ان حفتر لا يعتمد بالقائد الاعلى للجيش الليبي، بدليل انه لم يرتضي على نفسه اخذ ترقيه فريق، وينتظر في ترقيه الفريق ان تاتي من القائد الاعلى للجيش الليبي هو المجلس الرئاسي. فاني اعتقد ان سيد بوشحمه يجب عليه وضع بند، ايضا اعاده هيكله ما يسمى بالقياده العامه في المنطقه الشرقيه، والا فاعتقد ان سيد بوشحمه ورفاقه بحكم انهم يمثلون المنطقه الغربيه وقوات البركان الغضب، ان يعتقد عليهم يجب ان يعتذروا ويقدموا استقالاتهم ويقولوا لقد فشلنا. اشكرك سيد فشلنا حتى في اسكان. أشكرك شكرا جزيلا، فكرتك أتوقع بأنها أصبحت واضحة. شكرا جزيلا المحلل السياسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من اسطنبول. ونعيد ونكرر مشاهدينا وننوه إلى هذه العواجل التي تتراود تباعا على الشاشة. اللجنة العسكرية المشتركة خاطبت الرئاسي وحكومة الوحدة بضرورة تعيين وزير للدفاع وتحملها مسؤولية ما يترتب عن ذلك. تقدمت أيضا بطلب رسمي هذه اللجنة 5+5 إلى رئيسي الرئاسي وحكومة الوحدة بتجميد كافة الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم، وتحدثت تحديدا عن تركيا وروسيا. هي أيضا طالبت المبعوث الأممي يان كوبيتش بالضغط على أعضاء ملتقى الحوار لإنجاز قاعدة دستورية أو مقترح بديل لإنجاز انتخابات ديسمبر. هناك أيضا خطاب موجه للرئاسي وكذلك حكومة الوحدة لوضع حدود واضحة لمهام 9 أجسام عسكرية وفصلتها، وكما تشاهدونها تباعا على الشاشة. ولدينا عضو من لجنة 5+5 وهو مصطفى يحيى يسجل اعتراضه وتحفظه أيضا على البيانات والمراسلات التي أصدرتها اللجنة بسبب ما وصفها هو بالانحراف عن المسار الفني إلى السياسي. هذه كانت أبرز العواجل الواردة بخصوص لجنة 5+5 وبيانها الصادر ومطالباتها الحالية التي ذكرتها تباعا. الآن نعود إلى سياق نشرتنا، حيث أرجع عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي تعطل المسار السياسي إلى استمرار التعثر في الوصول إلى اتفاق في المسار الدستوري. وأضاف حويلي في مداخلة مع ليبيا الأحرار الأحد أن عدم اهتمام البعثة الأممية باللجنة الدستورية واجتماعاتها في القاهرة والغردقة وذهابها إلى قاعدة دستورية غير متفق عليها داخل ملتقى الحوار السياسي أسهم في تشظي العمل وتعطيل الوصول إلى اتفاق على حد قوله. بدأت لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للوظائف القيادية والمناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة الأحد بمقابلة المترشحين لمنصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. هذا وكان المجلس الأعلى قد أعلن في 9 يونيو الماضي فتح باب الترشح للمناصب السيادية بناء على ما اتفق عليه مع مجلس النواب في مدينة بوزنيقة المغربية. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2688 إصابة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة، إلى جانب 1700 حالة شفيت خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح المركز في نشرته اليومية أن أغلب الإصابات تركزت في طرابلس ومصراتة وسبها وزليت والخمس والزاوية المركز ودرنة والجفرة وسرت، مشيرا إلى أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 28% من إجمالي العينات المفحوصة، فيما بلغ إجمالي المطعمين ضد فيروس كورونا بحسب نشرة المركز أكثر من 862 شخصا. سلبية لوعود سابقة، وزعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة حصصا من لقاح سينوفارم الصيني على 44 بلدية تابعة لفرع الإمداد الطبي طرابلس، وعود كانت قد أعطتها الحكومة بتوفير اللقاح للمواطنين بعد أول تطعيم قدم شهر أبريل الماضي، إلا أنها تأخرت أشهرا كثيرة حتى أن معظم من تلقى الجرعة الأولى من التطعيم في أبريل ما زالوا لم يتلقوا الجرعة الثانية حتى يومنا هذا، سوى حديث من مسؤولين عن تخصيص كمية من شحنات اللقاح الواصلة مؤخرا لتقديمها كجرعة ثانية. حملة تطعيم جديدة أطلقتها وزارة الصحة استنفاراً للموجة الجديدة من انتشار الفيروس الأشهر القليلة الماضية، وكميات من اللقاح
كان مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط السميو قد أكد في لقاء مع ليبيا الأحرار أنها تغطي ضعف الحاجة في ليبيا، فضلاً عن نقاط تطعيم منتشرة في أغلب المدن التي تعاني ارتفاع عدد الإصابات. أهم هذه النقاط وآخرها كان مركزاً افتتح في المدينة الرياضية بطرابلس، وجهز بأحدث التقنيات والأدوات الاحترازية ضد كورونا لتقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وقد شهد أول أيام الافتتاح إقبالاً أكده الأطباء والمسؤولون داخل المجمع، إلا أن مشاكل ما زالت تعاني منها مدن بأكملها وبلديات ومراكز طبية، ما يضع البلاد داخل حيز الخطر الوبائي، إضافة إلى امتلاء الأسرة ونقص الأكسجين والمستلزمات الطبية، ما يجعل أمر السيطرة على الوباء صعباً، فضلاً عن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بعد طول مدة التعايش مع الفيروس، وهذا ما يظهر في عدد الإصابات من خلال النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض. ما زالت المشافي ومراكز العزل تعاني من قلة الأكسجين رغم مجهودات عدة جهات عامة وخاصة لتوفير الكميات الكافية للمواطن والمشافي العامة ومراكز العزل لحل مشكلة الأكسجين الطبي الذي أصبح من أولى طلبات مرضى كورونا. نتابع التفاصيل. باتت تعبئة اسطوانات الأكسجين من أهم الصناعات في ظل جائحة كورونا، وتعتبر الاسطوانة علاجاً أساسياً للحالات الحرجة من مصابي الفيروس. أنا يهمني ياخذ المواطن بس عنده فلوس، ما عندهاش فلوس عنده كذا، نسجد فيهم بأقصى سرعة وخلاص، لأن متخيلين الحالات وعارفين الليبيين يخلوا في حالاتها في آخر لحظة. جميع مصحات طرابلس احنا نعتبره أقرب مصانع أقرب شركة صناعة غازات في طرابلس كلها. القاعدات اللي فيها من كافة فوج الكشاف في طرابلس، فوج المدينة، فوج حي الأندلس، فوج تجورة، فوج الهضبة، فوج بوسليم، كل القادة من الأفواج هي يعني حوالي 40 قائد وقائدة اللي تو منتظمين في الحملة، والحملة انطلقت منذ 3 أسابيع فاتت، وحاليا تمكننا من توزيع حوالي 220 اسطوانة للمرضى في المنازل. غالبا ما يتم الحصول على الأكسجين من الهواء المسال، حيث يحول المهندسون الهواء الذي نتنفس إلى سائل باستخدام مجموعة من العمليات التي تعمل على تبريد الغازات حتى تتكاثف ومن ثم تقطيرها لفصل عناصر الهواء ومن بينها الأكسجين. من مراحل التصنيع تاخذ قلت لك قريب 12 ساعه باش يتحول الهواء الجوي هذا بالكامل الى هواء سائل، سائل يعني هو غاز سائل. السائل هذا في 180 درجه ينفصل فيها الاكسجين لان وزن الذري اثقل، و196 درجه يقعد النيتروجين فوق لانه مازال ما وصلش 196، يقعد يستعملوا فيه في التبريد في المصنع ويبردوا فيه في الاجهزه نفسها، وهو معتمد اساسا على التبريد وعده عوامل اخرى، درجه حراره مدار الجو وكذا، كل اللي على الاقل. لا تزال المستشفيات تستقبل يومياً المئات من المصابين، ورغم المليارات التي خصصتها الحكومات المتعاقبة لم تتمكن وزارة الصحة من توفير ما تحتاجه المستشفيات من إمدادات. في مواجهة ضعف التنفس الناجم عن فيروس كورونا، تتزايد طوابير مرضى الوباء أمام المشافي والمصانع لأنقاذ الأرواح الغالية والعزيزة، والتي بدورها تعاني من نقص الأكسجين بسبب الإمكانيات الضعيفة. سناء حبيب، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس. أقيمت ظهر اليوم بقاعة اجتماعات المركز الوطني للأمراض مراسم استلام وتسليم بين الدكتور بدر الدين النجار مدير عام المركز السابق والدكتور حيدر السائح مدير عام المركز الحالي في أجواء مليئة بالتفاؤل والأمان الطيبة من الطرفين. وبحسب صفحة المركز الوطني بالفيسبوك، فقد قدم النجار في كلمته نبذة عن مجهودات المركز في مواجهة الجوائح والأوبية وما تشهده البلاد اليوم من تفاقم وباء كورونا، وبدوره أكد السائح على تكملة مسيرة البناء والتطوير للمركز، مبديا استعداده للعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على الأمن الصحي للبلاد والمجتمع. أطلق مكتب الرعاية الخدمات الصحية أوجلا حملة تطعيم ضد كورونا مخصصة فقط لمستخدمي الشركات والحقول النفطية المجاورة لمدينة أوجلا، وتستمر الحملة لمدة أسبوع، حيث استهدفت في يومها الأول 25 مستخدما موزعين على 3 شركات وطنية وخدمية، حيث منحت الجرعة الأولى من التطعيم الروسي سبوتنيك ولم تسجل أي حالة أثار جانبية
بعد أخذ التطعيم. هذه كانت الدفعة الخامسة للتطعيمات والحمد لله الإقبال جيد جدا. الأسبوع اللي فات كان استقبلنا عامة المواطنين، بس الأسبوع هذا إن شاء الله كانت الحملة مخصصة للشركات النفطية والحقول النفطية. الإقبال الحمد لله أكثر من رائع، وتم الفحص أغلب المطاعمين وما فيش أي حد مثلا رفض التطعيم أو كان ممنوع من التطعيم. انطلقت اليوم بالمركز الصحي أوجل حملة تطعيم لمستخدمي حق الأمال النفطي التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية، وذلك بالمركز الصحي أوجل التابع لإدارة الخدمات الصحية. انطلقت في هذا اليوم لعدد 16 مستخدم، وحتكون إن شاء الله مستمرة في الأيام القادمة. طبعا هذه الحملة تستهدف موظفي حق الأمال وكذلك الشركات الخدمية التي تعمل داخل نطاق الحقل. أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الإفراج عن 20,000 حقنة من مصل العقارب بعد خضوعها للتحاليل اللازمة والتأكد من سلامتها وفق بيان لوزارة الصحة. وكان مركز سبها الطبي قد أعلن منذ أيام أن أطفال الجنوب أخذوا النصيب الأكبر هذا العام في سجل الوفيات بسبب لدغات العقارب جراء عدم توفير الأمصال والتهميش وغياب الدولة في الجنوب. بقرار من النائب العام، قامت لجنة التفتيش والمتابعة على المرافق الصحية الخاصة المشكلة من المجلس البلدي مسلاتة بجولة تفتيشية على عدد من الصيدليات والمختبرات والعيادات الصحية الخاصة، وذلك للوقوف على مدى توفر الاشتراطات الصحية والقانونية من أذونات مزاولة وشهائد صحية وجاهزية المصحات من حيث المباني والأجهزة والكوادر الطبية والطبية المساعدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. أصدر السيد العميد قرار بتشكيل لجنة من جميع القطاعات، من الحرس البلدي، من مديرية الأمن، من جميع الأجهزة، من مكتب الاقتصاد، من الصحة، والآن يتابعوا في جميع الصيدليات والعيادات بخصوص الشروط الصحية، إذن المزاولة، الترخيص، الكشف على بعض الخروقات داخل العيادات وداخل المصحات وداخل المختبرات من أخطاء في بعض النتائج، من وجود بعض المحاليل والأدوية من تحت الصلاحية، طبعا سوء التخزين في بعض الصيدليات، بعض المختبرات تم قفلها لا ترقى لأن تكون مختبر لتحليلات البشرية. تماثل لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة وسام الحجازي للشفاء بعد رحلته العلاجية إلى مدينة إسطنبول التركية، والتقت كاميرا ليبيا الأحرار بالحجازي الذي كشف تفاصيل جديدة في قصة إصابته وباقي أعضاء المنتخب بمرض الملاريا، قضية أثارت الرأي العام الليبي حيث أدت إلى وفاة أحد اللاعبين أيمن النجريش إثر تدهور حالته الصحية. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. هو ذاته الذي احمرت عيناه متأثرا بإصابته بالملاريا أثناء مغامرة المنتخب الوطني للكرة المصغرة في أدغال نيجيريا. يعود اليوم وسام الحجازي كما كان مستعيدا عافيته بعد أكثر من 3 أسابيع تجرع خلالها الألم مرات ثم حظي بالعلاج. وفي أول ظهور له بعد تعافيه تحدث وسام للأحرار عن قصته الكاملة. ركبنا الطيارة والطيارة عايزة بتقلع والأمور طيبة، فنادونا بالاسم، استغربتنا، نادونا بالاسم وسام الحجازي وربيع العربي، ما فهمتشنا كيف نحن الاثنين، يعني يقولنا أنتوا إجراءات كم نقصات وضروري دور تحليل كرة من جديد. ثاني يوم تفاجأت يعني بالموضوع، كلموني قالوا لي إن موضوع فيه 2 راكبين مكانات كم وكي اللي صاروا. ناس جيت أنا عندي التهاب في الكلى والتهاب في الكبد، حاجات مضاعفات، فتم يعالجوا فين لي أنا وحدة. مرحلة العلاج استجدت، وما زال الدكتور طبعا طلبنا نقعد أسبوع في تركيا وعشان المراجعة.
الحمد لله صحتي كويسة وبارك الله فيك بكل من صب معي حتى بالكلمة الطيبة والدعاء. حادثة الأحجاز ورفاقه اللاعبين ألهبت مشاعر الرأي العام الذي ما زال ينتظر حتى اللحظة نتائج التحقيقات فيها، ويأمل ألا تختفي حقيقتها وترمى ورقا مهملا في أدراج المسؤولين كما غيبت حقائق في أحداث أخرى. وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيب تعليماته بمعالجة مشكلة المرتبات المتوقفة لمهجري المنطقة الشرقية. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الاثنين أن الدبيب أعطى تعليماته بمعالجة العراقيل التي تواجه مهجري شرق البلاد أو شرقي البلاد بعد لقائه بهم برئاسة الوزراء. هذا وكان عدد من مهجري المنطقة الشرقية قد نظموا وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء الاثنين للمطالبة بحقوقهم وصرف مرتباتهم المتوقفة منذ سنوات. هذا وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيب على أهمية عمل لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد، لأن خروجها بهذا الجدول الموحد سيحقق المساواة وضمان حد الكفاية للموظفين. وأضاف الدبيب خلال اجتماعه باللجنة اليوم أن هناك ظلما واقعا على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات، مؤكدا على أهمية الانتهاء من ذلك. وأمهل اللجنة 60 يوما لإنهاء عملها وعرض مقترحها على مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره من مجلس النواب. وشدد الدبيب على أن الجدول الموحد المزمع إعداده لا يعني العودة للقانون 15 الذي عانى منه الليبيون، بل يجب العمل على زيادة مداخيل الموظفين مع تقليل الإنفاق الحكومي على المرتبات والقضاء على البطالة المقنعة. قال عضو المجلس الأعلى للدولة سليمان زوبي عن مدينة بنغازي إن حكومة الوحدة الوطنية لم ترفض مطالب مهجري المنطقة الشرقية، بل على العكس من ذلك هي جاهزة لتلبيتها. جاء ذلك بعد اجتماع زوبي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بخصوص مطالب المهجرين من المنطقة الشرقية واحتجاجاتهم وصرف رواتبهم المتوقفة منذ فترة طويلة، حيث أوضح أن الدبيبة يريد تشكيل لجنة من المهجرين للتباحث معهم حول مطالبهم واحتياجاتهم، لكنه أكد على ضرورة تواصل المهجرين مع وزير المهجرين للاهتمام بمطالبهم. أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا يحظر تصدير الخردة أو ما بات يعرف بتجارة الخردة في البلاد بمختلف أشكالها وأنواعها. وجاء هذا القرار فيما أصبحت هذه التجارة اليوم رائجة في البلاد، خاصة في المدن والقرى الحدودية، على الرغم من تحذيرات سلطات البلاد وإصدارها عدة قرارات لمنعها أو حتى التخفيف منها. تصدير الخردة انتشر في ليبيا منذ 2011 بشكل بسيط، لكنها ومنذ 2014 أصبحت تجارة حقيقية على مستوى البلاد، وبدأ الشباب العاطل وحتى الأطفال مسيرة البحث عن هذه الخردة وتجميعها في نقاط تمركز، ومن ثم يتم تصديرها حسب تبعية المناطق. لكن أبرز المستفيدين من هذه التجارة كان ما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري التابعة لحفتر، فكانت الخردة إحدى مصادر تمويله. قرارات عدة صدرت لمنع رواج هذه التجارة لكنها على استحياء، وأبرزها كان برقم 199 لسنة 2012 الذي منعت من خلاله وزارة الاقتصاد حينها تصدير الحديد والألمنيوم والنحاس ومعدن الرصاص وأصنافا أخرى من الخردة. ما يتم تصديره والتجارة به غالبا ما يكون أسلاكا كهربائية وأواني وبقايا الأنابيب وكتل الحديد والسيارات التي أصبحت هدفا لمن يمتهنون هذه التجارة، والتي تطورت مع الوقت وأصبحت منفذا لصارقي الكوابل والأسلاك التابعة للشركة العامة للكهرباء. ما زاد من أزمة انقطاع الكهرباء
ولم تسلم محولات وأبراج الاتصالات من سارقي الخردة، بل حتى البيوت والمشاريع والطرق العامة كانت هدفا لهؤلاء، حيث سرقت أغطية المجاري والحواجز المعدنية وغيرها. قرار منع تجارة وتصدير الخردة اليوم من خلال حكومة الوحدة الوطنية، هل سيشكل فارقا حقيقيا ويمنع استنزاف هذه الثروة، ولربما حتى التخفيف من السرقات والاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطن من الحديد والنحاس وغيرهما؟ أما أن عصابات التخريد ستواصل عملها رغم هذا الإجراء الجديد. بحث وزير الداخلية خالد مازن مع اللجنة المعنية بتنظيم واستيعاب القوة المساندة بمؤسسات الدولة ضم فئة الشباب ودمجهم في الوزارات والمؤسسات كل حسب مؤهله العلمي. وأكد مازن في اجتماعه مع اللجنة الأحد أن وزارته من أكثر الوزارات استيعابا لفئة الشباب من القوة المساندة، موضحا أنهم دمجوا عبر عمليات التدريب والتعليم بكليات ضباط ومعاهد الشرطة والمعهد العالي للضباط. كما ناقش المجتمعون الأساليب التنظيمية لعملية دمج القوة المساندة مثل التعبئة الإلكترونية والأرشفة لبياناتها عبر التنسيق مع وزارة العمل حسب وزارة الداخلية. نظمت مؤسسة ماجدة الحركة الوطنية في طبرق ورشة عمل للتعريف بآليات ترشح المرأة للمناصب السيادية على الصعيدين المحلي والدولي. الورشة التي استمرت لثلاثة أيام واستهدفت سيدات من طبرق تركزت على عدد من النقاط المختلفة، منها أسس الترشح وأهمية القاعدة الدستورية وقانون الانتخاب وأنماطه، إضافة إلى عدد مشروع الانتخابي. اليوم عندنا دورة تدريبية للسيدات داخل مدينة طبرق على العملية الانتخابية، طبعا تيمنا منا وحرصا منا على الدور المجتمعي اللي تقوم به المنظمة في تحريض النساء ودفع الكفاءات الوطنية ان هي ترشح وتقدم روحها للانتخابات الجاية 24 ديسمبر إن شاء الله. فقمنا بالدورة هذه عشان السيدة تعرف أسس الترشح وأهمية القاعدة الدستورية، القانون الانتخابي، أيضا إعداد المشروع الانتخابي ومعرفة أنماط الانتخابات. بحث عميد بلدية أوجلة أحمد بترون وأعضاء المجلس مع 15 جهة حكومية وقطاعا بالبلدية، بحثوا العراقيل والتحديات التي تواجه القطاعات وتقديم كل التسهيلات لها. كما ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المجلس الأحد المتابعة الدورية من القطاعات مع المجلس البلدي في طرح المشاريع والإجراءات المتعرقلة والموقوفة لمتابعتها وحلحلتها وتذليل الصعاب. في إطار انتظار اعتماد ميزانية الوزارات ولكي نتمكن من استكمال المشاريع المتوقفة في البلدية ونتدليل الصعاب أمامها إن شاء الله، نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى لهم مزيد من العطاء والتقدم في إطار متابعة قطاعاتهم للرفع من كفاءة البلدية وتكوينها الإداري والاجتماعي. يخرج الأطفال يوم 9 و10 من شهر محرم إلى المزارع والغابات المحيطة بمنطقة وادي عتبة بحثا عن عراجين النخيل، وذلك لتصنيع الطقطاقة. فلنتعرف عليها هذه اللعبة. من ضمن هذه العادات اللي عندنا نحن في يوم عاشوراء هنا في ولاية وادي عتبة اللي هي شيء اسمه يوم الطقطاقة، هذا يتم في اليوم 9 من ذي الحجة والعاشر من ذي الحجة. الطقطقة عبارة هي عن حقيقتها هي عبارة عن آلة موسيقية تصنع من عرجون النخل الأخضر بحيث أنها تحدث أصوات عندما تلامس أجزاؤها بعضها البعض، عندما وتستخدم بها وتوضع في اليد ويستخدمها الأطفال. الأطفال طبعا هنا يستخدم الطقطقة لأنها لها صوت. الطقطقة هذه تنبه أهل الحي أو أهل الشارع أو أهل المنطقة بأن الأطفال جاءوا ليأخذوا حلوانهم بمناسبة هذا اليوم. الآن نأخذ طريقة صنع الطقطقة. طبعا هذا عرجون نخل أخضر جاهز الآن، نحن في موسم الرطب.
مناسب لصنع هذه الطقطاقة، ممكن طولها متر ونيف، ممكن نصنع منها ثلاثة أو أربع طقطاقات حسب الأطفال وحسب المجموعة اللي موجودة عندي. طبعا هي سهلة الصنع. ناخذ طبعا الجزء الأول نقطعه هذا بحذر شديد، طبعا هذه قبضة اليد، والآن نصنع منها الجناحين اللي يصدر الأصوات. الآن نحاول بالبساطة، الآن بدأت تصل الصوت، لكن الصوت ضعيف. ليش؟ لأنها ما زال هي متماسكة ببعضها. بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة. العناوين: النواب يعلق جلسته دون إقرار الميزانية، وعقيل يقول أن القيمة المقترحة كبيرة مرجحا الموافقة على 80 مليار. بعد طول انتظار 44 بلدية تتسلم اللقاح الصيني ضمن محاولات الحد من انتشار كورونا. إثر تعافيه من الملاريا لاعب منتخب الكرة المصغرة وسام الحجازي يروي القصة الكاملة للأحرار. مزيد من التفاصيل موقعنا على الإنترنت ليبيا الأحرار دوت تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.